يناير 2019. أنتم في الاستماع إلى برنامجكم موزايك بالصوت والصورة. يمكن لكم تشاهدونا على الصفحة الرسمية لإذاعة ميدي أن. ضيفي اليوم فنان تيشق الطريق ديالو شحال هادي، خدا شوية ديال الشهرة ومن بعد نزل عدة أعمال ولكن ما خداش حقه إعلاميا تنظن. هو يقول لنا شنو السبب. هو أشرف الصبيحي، أهلا بك ومرحبا بك على ميديا. شكرا الأخ منتصر على الالتفاتة، شكرا على الضيافة، وشكرا الطاقم اللي كيشرف على هذا البرنامج. بالنسبة للتوقف كانت عنده مجموعة الأسباب. أول حاجة هو أنني كملت الدراسة ديالي ماستر في الدروة، يعني هاد العامين هادي خدات شوية من الوقت. المهم بالفايدة بعدا بالدراسة الحمد لله. يعني الشهادة شي حاجة كتبقى مسألة اللي مهمة، زائد الزواج بطبيعة الحال اللي كيخليك شوية يعني كتبقى مع الوليدات مع الأسرة، هذا الشيء اللي كاين. داكو مرحبا بك. شكرا بزاف. إذا دابا 2019 كي تشوفها راح التليفون، لأن راه شوف راه كل شيء مباشر تيشوفوك. أوكي. التليفون غادي من بعد راه لايف دايز، من بعد غاتبارطاجيه صافي. أوكي. بتركز معايا أنا ونسى التليفون. أوكي. يلا 2019 كي تشوفها العودة ديالك إن شاء الله غادي شنو كي تشوف؟ هادشي اللي كاين ان شاء الله في 2019 كنتمنى. المهم كاين اعمال غادي ان شاء الله نجا، وخصني نحاول ان، لان الفنان مهم انه يظهر. يعني بحال البرامج هذه، يعني انا كنت غافل شويه على المسائل، ما كنطلش عبر الاعلام، ما كان السوشيال ميديا ولا شي، السوشيال ميديا شويه كاين بعض الحركه. بالنسبه للاعلام كنقصد هو يعني لي راديو، يعني لي زيميسيون التلفازة. يعني خصني نحاول انني نقرب شويه من الجمهور. نعم. تقولوا بان الواحد تيكون تيخدم بالليل في مطاعم او كذا وكذا، يعني تياخذ له تولي بحال زومبي، ما تعرفش شنو جاري بالنهار لان تيخدم بالليل. يعني بزاف الحوايج اللي تساعدوا في مسيرته الفنيه. انت تكلمت عن الاعلام، تكلمتي انت عندك تبارك الله بزاف، عندك شحال 6 7 شحال من اغنيه موجوده، 6 الاعمال و7 في الطريق ان شاء الله. 7 وانت لان انت بديتي في 92 ولا 91 92. بداية الحقيقية كانت 98. فين؟ في 98، يعني بداية حقيقية في 98. يعني نورمالمون نتايا من الاولين ديال هاد لا جينيراسيون الجديدة، يعني كان خاصك تكون حاضر بقوة. وتبارك الله انا تنعرفك مزيان، يعني عندك صوتك جميل، يعني تتبحر في كل الالوان الموسيقية. يعني انا كيف ما قلت لك، يعني الدراسة خدات حيز، الزواج بطبيعة الحال خدات هو حيز، الواجب الأسري راه انت كتعرفو، والنقطة اللي شرتي لها ديال الليل. الفنان في المغرب راه ما يمكنلوش انه يعيش من سهرات، ولا يعيش من ملتقيات هكا فنيه. نعم. يعني خصو ضروري يشتغل، لان ما عندنا لا شركه انتاج لا والو. بالتالي خصك تشتغل باش تنتج راسك. هذا هو المشكل اللي واقع حاليا. نعم. وهذا الماستر درتي ديال الدغوا ما يقدرش ينفاد، يعني تلقى به خدمه شغل زعما. لا شنقول لك، انسان كيشتغل في واحد الحاجه اللي كيرتاح فيها. انا خديت لا ليسونس في 2001 او 2002، الماستر خديتها في 2011، يعني شو شحال ديال الفرق. انا خديت الماستر ماشي باش نشتغل، يعني لان الشغل انت كتعرف في المغرب شويه لا صحاب لي ماستر ولا صحاب الدكتوره. الانسان كياخذ واحد الشهاده اللي ماشي بالضروره انه تاهلو انه يشتغل. الانسان كيشتغل الحاجه اللي كيرتاح فيها، وانا الفن بطبيعه الحال كنرتاح فيه، يعني حاجه كنعطي فيها وكرتاح فيها. يمكن مستقبلا الانسان ما يكبر مع السن بطبيعه الحال ما يمكنلكش انك تبقى تشتغل بالليل، وهذه يمكن ديك الساعات يفكر الانسان في شي حاجه وحده. اشرف الصبيحي، انت يا ستيل ديالك نقدروا نسميوه ستيل ديالي، انا بديت بالاغنيه الطربيه، هذا هو الاصل. من بعد وليت كنتجه الاغنيه الرومانسيه، الاغنيه اللي كتعتمد على الاحساس بالدرجه الاولى. اغاني فضل شاكر، اغاني وائل جسار، اغاني الاغاني الجديده. الاعمال ديالي كتنقسم شقين، كاين ما هو يعني رومانسي كيعتمد على الاغاني اللي هي كتعتمد على الاحساس، وكاين اغاني اللي كوليغ مع يعني كاين واحد التواصل. نعم. هادشي اللي كاين. من الصغر يعني انت تتعشق الغناء ولا؟ من الصغر. يعني من الصغر انت عارف البدايه كانت بتجويد القران، بالامداح، بالاندلسي، يعني هذه هي البدايه اللي بديت بها. من بعد وليت يعني عائله، كان شنو وسط عائلي فني ولا بوحدك؟ لا بوحدي. مني اتجهتي بديتي
التجويد والامداح والموسيقى الاندلسيه يعني كان تشجيع؟ طبيعه الحال كاين تشجيع من الاسره ومن الوسط اللي داير بيا من العائله. درتي معهد موسيقي؟ درتي تكوين؟ درت واحد العامين المعهد غير سولفيج ودراسه والسلام. باش تشد النيفو؟ طبيعه الحال. نعم لانه ضروري من الدراسه. الوغ ملي كبرتي وعيتي دونك قررتي انك تدخل الغناء، شاركتي في عده برامج؟ المشاركه شاركت برامج يعني محليه، برامج يعني كمسابقات. مسابقه كانت الاولى في. علاش ما خممتيش انك تمشي دير مسابقات خارج الوطن ديك؟ ولكن ما كانوش ديك الساعه بزاف ديال. لا في ذاك الوقت كان نجوم ونجوم. نجوم في القناه الثانيه. نعم كنت شاركت في نجوم ونجوم سنه 1000 من سنه بالضبط في 98. كنت حليت الرتبه الاولى في مدينه العرائش بحكم انني كنت كنسكن بمدينه القصر الكبير. ومثلت المدينه في نصف النهائي في كازا، كنت حليت الرتبه الاولى. وصلنا النهائي، النهائي كان كيدوزوا واحد جوله في المغرب كامل، كنا 17 صوت من المغرب كامل اللي توجوهم في مسرح محمد الخامس سنه 2002. 2002. في 2002 جات سنه 2003 شاركتي في مهرجان الاغنيه العربيه. ماشي في 2003، 2009. عفوا 2009 شاركتي في مهرجان الاغنيه العربيه وتتفوز باغنيه انت سري. انت سري. انت سري. هذه الاغنيه هذه كنبغي نوجه التحيه للكاتب الكريمه ديالها نبيل الجاي والملحن عز الدين الوشيري. كانت حتى الرتبه الاولى، وهذا العمل هذا كنت في مراكش. انا ذاك كنت في مراكش. كنت في مراكش كنزاول الشغل تما، وتعرض عليا غير صدفة هذا العمل. تصور هذا العمل هذا تسجل ما بين ليلة وضحاها. سبحان الله. صيفط لي السيد الماكيت، تصنت له في الليل، سجلته لغد داز يعني اليوم، تصنت لغدا بالتربة سجلته، شاركنا بها في مهرجان الأغنية العربية حتى الرتبة الأولى. ألوغ ملي حتلتي الرتبة الأولى في مهرجان ديال الموسيقى العربية، شنو قلتي ديك الساعة أشرف صبيحي؟ واخيرا الحمد لله. هادشي اللي كيوقع، هادشي اللي كيوقع مهمه. طبيعه الحال كيوقع في الاول كتقول صافي راه تبارك الله صافي دابا هذه الجائزه الاولى يعني تفتح البيبان وفي ذاك الوقت كنت كنتلاقى بملحنين وبكتاب وهادي وصافي يعني كاين وعود نديروا لك ونفعلوا لك ونتركوا لك وهادي. من بعد صافي خصك هي شوف هاد الدومين هذا علمنا ان خصك تعتمد على راسك خصوصا في المغرب. في غياب شركه الانتاج، في غياب ماشي في المغرب راه هي اون جينيرال، ولكن المغرب ولكن كوميم المغرب كثر. لا كلشي تيتشكى منها يعني حتى الفنانين العرب تيدوزوا عندي في موزايك تيقول لك في غياب شركه الانتاج كلشي يعني ولا وكيف تقول لك مزيان ان ما كاينش شركه انتاج، لان متى تكون مع شركه انتاج ملي تيزيروك عاوتاني تاع هو بالطبيعه الحال كيكون عقد ادعام ديك الساعات كيولي استغلال مشكله اخرى ولكن كوميم حسن بعدا لان الفنان محتاج اللي يحتضنه، محتاج اللي لان وكاين الفنانين محتاجين. انا نعطيك مثال، سعد مجرد ما عندوش شركه انتاج، وسعد مجرد ديك حاله خاصه في واحد الوقت. شنو نقول لك، سعد مجرد خدم على راسه وفي نفس الوقت كاينه مؤهلات اللي يعني كاينه عوامل اللي ساعدته بحكم الام ديالو الاب ديالو معروفين بحكم سوبر ستار. كاينه هذا العامل بطبيعه الحال في المغرب، عندنا هذا العامل هذا كيلعب دور كبير. لا انا جاي عندي في موزايك ماشي حتى هو ابن فاطم. لا بطبيعه الحال هو فنان. شوف سعد راه صديق واخو دوزنا مع بعضياتنا واحد السنين، كنتمناو له من هذا المنبر انه يرجع لنا ان شاء الله. سعد كان ملح على انه ينجح. ساعدته مجموعه الظروف بحال اللي قلت لك يعني ما نكروش هذا الشيء هذا. يعني سوبر ستار جام سوبر ستار في ذاك اللحظه. راجا اشتغل معنا في واحد الفتره اللي هي ديال خمس سنوات تقريبا. خدم على نفسه، ولكن انا كنت كنشوف فيه انه خدم على نفسه كان ملح. يعني كاينه بعض المرات كتدخل الاراده، كيكون الانسان عنده واحد الاراده واحد العزيمة على انه راه غادي يوصل ومتيقن بانه غادي يوصل كيوصل. وفي نفس الوقت هو مؤهل لك شيء صراحه. كنوجه له تحيه من هذا المنبر. نعم. اذا الابواب تفتحت نقولوا في 2003 يعني بعد تقريبا هذه الجائزه. شنو ضافت لك انت في مشوارك الفني؟ بطبيعه الحال الجائزه راه كتبقى مثلا في السي في ديالك، بعدا راه عندك واحد جائزه في واحد المهرجان اللي عنده وزن. وفي نفس الوقت كتعطيك حافز لانك تزيد دير اعمال واحده اخرى.
انت ما تكتبش انت يا الاغاني؟ لا نو، يعني تتاخذ تشتغل مع كنشتغل مع مجموعه الملحنين والكتاب. نعم. انت سري اغنيه اللي فاز بها اشرف صبيحي، يعني هذا الغيتم وهاد الكلمات يعني، وتحيه لنبيل جاي ويعني التيم اللي خدم على هاد يعني عمل مشرف، يعني نقدروا ناخذوا ك اغنيه لم شي دراما مصريه او كذا يعني. ما خدمتيش انا كتمشي لمصر او كذا؟ بدا تحيه للاستاذ نبيل جاي وتحيه للفنان عز الدين الوشيري اللي لحن القطعه. مصر كان هو حلم كل فنان، وكان حلم عندي انني نمشي لمصر، ومازال كاين هذا الحلم ان شاء الله. غادي نمشي لمصر ان شاء الله، لان ولو غير الانسان غير زياره فنيه تكون، ماشي بالضروره تكون عمل ولا هذه. المهم كاين مصر سبحان الله كتبقى ديك اللمحه الفنيه وديك اللمسه الفنيه، يعني كاين حلم كل فنان انه يمشي لمصر، ماشي بالضروره انه ينتج اعمال تما ولا هذه، لان الصعوبات راه فين ما تمشي. زياره في مصر دابا كاينه حاليا صعوبات كثيره، لما كنتيش كاين امكانيات ماديه كبيره ولاو تيجيو هنا للمغرب باش ما كانتش امكانيات ماديه راه ما يمكنلكش تنتج في مصر. اشرف صبيحي غنرجعوا لك بعد الموجز الاخباري وغادي نسمعوك تغنينا لايف. غيلتحق بنا عزيز الشكيري، غنسمعوا القطعات كندوخ. علاش شكون تي شنو تي دوخ هادي كتدخل عاوتاني في هذا اطار الاغاني ديال الموجانيت. كندوخ كلمات يعني كتشوف واحد كلمات كتعبر على ان كنشوف واحد السيده دايزه كندوخ، يعني ما كيتلف لك الكلام، هذه كنقولوها حنا في الدارجه ديالنا. اشرف صبيحي وكندوخ على ميديا. رجعنا لكم اخواني اخواتي مستمعينا الكرام على امواج اذاعه ميديا مع ضيفي اشرف صبيحي. نبغي نذكركم انا بعد موجز الرابعه غادي يكون معنا حمزه شولي، وبعد الرابعه والنصف غيكون معنا كذلك شاف موحى وفقره التوب 5. اذا قبل ما نواصلوا نتكلموا على الواقع ديال الاغنيه المغربيه. كي تشوف انت الاغنيه المغربيه في 2018 كانوا يعني اغاني جميله، كانوا اغاني في مستوى ولا علاش تضحك؟ عرفتي علاش ضحكت؟ لان ما عرفتش كيفاش نجاوب. كاين زوين كاين خايب، الحمد لله كاين انتاجات كاين انتاجات، هذا ما كيمنعش ان كاين تبارك الله فنانين المغاربه دابا حاليا كينتجوا اعمال، ويعني كاين واحد الصيحه ديال الانتاجات، ولكن مع ذلك الجوده قليله. داكور الجوده قليله. في نظرك هذا علاش راجع اشرف؟ شكون هو السبب؟ واش الفنان ولا كاتب الكلمات ولا الملحن؟ راجع للمستمع بدا هو الاول. كل شيء سبب المستمع، لان الذوق حاليا انت كتعرف الجمهور عاوز كده. هي هادي هادشي اللي ولا ولا ايوا، لان حنا ولينا مرغمين على اننا نعطيو المستمع اللي بغى، ولا كيبغي الكلام مبتذل، ولا كيبغي داكشي اللي ساهل، يعني ما بقاش الناس كتصنت على شي حاجه اللي الا القليل بطبيعه الحال. ما كنجزموش حنا على كلشي، كاين الناس كتصنت الموسيقى وكاين الناس ما كتسمع غير داكشي اللي كتبغي، هذا هو الواقع. وللاسف الفنانين ولاو يعني مرغمين على انهم يقدموا هذه السيره ديال الناس. هذه وجهه نظر ديالي، وجهه نظر ديالي ان الجمهور اللي بغى هذا الشيء. هادشي اللي كاين. وكاينين بعض المرات تيجيو الكتاب كلمات ملي تيكونوا عندي في البرنامج يقول لك لا، لا فوت ديال الفنان ملي تيشوف اغنيه فلان ضاربه تيقولوا دير لي كوبي كولي. هادشي اللي واقع، هادشي اللي بغيت نقول. هذا ماشي الجمهور، يعني لا هو باغي يدير بحال هذا. علاش؟ لان ولكن اللي نجحتي انت في هذه الاغنيه، هذا لا يعني ان الاخر غادي يقدر ينجح. بطبيعه الحال النجاح لان لا الصوت لا الطبقه الصوتيه لا الكاريزما لا الشكل لا كل شيء، ماشي بحال بحال. متفق معك، ولكن نرجعوا لواحد النقطه اللي مهمه ومهمه جدا. دابا شنو ولا كيوقع؟ الاغنيه ولات كتدخل للودن صحة. علاش؟ هذا العالم ديال سبونسوريزي والعالم ديال يعني كتنفخ في الاغنيه، يعني كتولي كتدخل الراديو كتسمع الاغنيه، كتمشي كتشوف الاشهار كتلقى اغنيه معاوده بنفس الكلام واللحن مبدل. هذا هو يعني واش لصالح الفنان ولا ماشي لصالحه؟ هو لصالحه هو تبارك الله، راه يعيش وياكل منا، ولكن بالنسبه للفن يعني ماشي في صالح الفن. نعم. الاغنيه العربيه يعني انتم بحال تتغني انت الطربي، يعني اغاني تفضل شاكر وائل جسار، حتى كاينه ازمه في الاغنيه العربيه في نظرك ولا لا؟ ولكن مع ذلك الاغنيه كاينه ازمه، كاينه ازمه، لان دابا تتغنيو اغاني ديال التسعينات الثمانينات، هما اللي باقيين شادين. دابا يعني بحكم العمل ديالي والشغل ديالي، يعني راه انت عارف يعني مع الناس والناس شنو كتبغي تسمع، دائما الاصل كيبقى اصل.
دابا سيرتي الحب لا جينا نهضروا على دابا شنو الاغنيه اللي تيطلبوا لك انت بزاف اللي في نظرك التوب؟ صراحه كيطلبوا لي اغاني اللي هي في المستوى ام كلثوم سيرتي الحب. ام كلثوم سيرتي الحب نحطوا سيرتي الحب الناس ولا تتخاف من الحب نحطوا اغنيه مثلا شي شو بابيشا ولا شي حاجه ياك مي غنغنيو شي شو بابيشا الناس كامله تتفاعل معها وتنشط ياك مي غنغنيو سيرتي الحب كلشي غيتكلموا ويجلس ويسمع طبيعة الحال هنا كاين الفرق يعني انت يعني ترتاح ملي تدير لا شوف بابيشا لا سيرتي الحب بطبيعة الحال نعم سي نورمال الوغ اليوم غنسمعوك جا معاك فنان اللي هو عازف على الاورغ وكذلك مغني اللي هو عزيز شكيري اهلا بك لاباس عليك شكيري شكيري لاباس عليك الحمد لله نهار كبير هذا الله يحفظك بوجودكم كيف داير بخير الحمد لله بارك الله فيكم العام سيدي ايوا كي داير هذا 2019 كي تتشوفها انت يا. الحمد لله مزيانه الحمد لله غادي الموسيقى في تطور الحمد لله وانت تبارك الله عليك انت تتغني خاصة نديرو معك شي حلقه في مزايد ان شاء الله لا. ان شاء الله دونك انت الصديق ديالك سي اشرف اشرف يلا شنو غادي تقدموا شنو نديرو باش ندندنو عطينا شي حاجه مباشره وساعه تشري الى الثالثه والدقيقه الثانيه والاربعون مادام ذكرتي فضل شاكر نديرو شي حاجه لفضل شاكر نديرو فضل شاكر واخا نقيو شويه يلا مرحبا يلا مرحبا على ميديا اشرف صبيحي لعلم انتهينا ونسينا اللي كان افترقوا ايدينا بهذا ليالي هوانا غمر النسيان هوانا لا صوت لا صدى لعلم انتهينا ونسينا اللي كان افترقوا ايدينا بهذا ليالي هوانا غمر النسيان هوانا لا صوت لا صدى شو جاي تخبرني من بعد اللي صار شو جاي تخبرني لما انتهى المشوار شو بدي احكي لك عيني بتحكي لك عالقلب اللي صاير على اخر روح وروح حبيبي روح شو بدك في انسان تركني لحالي يا حبيبي روح بكفي جروح انا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي روح حبيبي روح شو بدك في انسان تركني لحالي يا حبيبي روح بكفي جروح انا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي عبالي روح وروح وروح روح الله تبارك الله عليك الابن ديالو عنده صوت جميل ما عرفتش عرفتي بان عنده ابن ديالو تيغني تا هو كان ضيف ديالي في موزايك في هذا الموسم اللي هو فضل شاكر طبعا الله عنده تا هو النبره ديال الصوت ولكن مع ذلك يبقى فضل هو فضل يبقى فضل هو فضل الشاكر انت ايتا الموال ديرنا شي حاجه موال نرجعوا بحال كيقولوا الاصل يلا عطينا شي موال الضيف ديالنا اشرف صبيحي في حلقه يوم الاثنين 14 يناير 2019 على امواج ميديا يلا عطيه حجاز دو بلادو بلادو انتم ضوينا لينا الاستوديو اليوم الله يحفظك ويجزيك يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا 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 ليل
نظري إلى الوجه الجميل نعيم وبعاد من أهوى علي عظيم نظري إلى الوجه الجميل نعيم وبعاد من أهوى علي عظيم أنا من كنت لمرحم عاشقا حتى بليت بالعشق فأصبحت بالعشق للعاشقين رحيم يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان لست تقيم لا تحسب كل من ذاق الهوى عرف الهوى لا تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من شرب المدام نديم لا 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 تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من شرب المدام نديم ولكل من طلب السعادة نالها ولكل من طلب السعادة نالها ولكل من قرأ الكتاب فهيم تبارك الله عليك اشرف الصبيحي وتبارك الله عليك سي عزيز تنتايا شكرا سيدي عزيز مرحبا لما كانش العازف ديال الاشاره لما كانش العازف كيعطيك واحد بحال اللي كنقول واحد الشحنه لما كاين والو وتحيه للمايسترو عمرك جربت مع فرقه موسيقيه داروا لك فيها سابوتاج لا لا ابدا لا يعني مش سابوتاج المهم ما مشاش معك في مشاش معايا في الخط زعما وغوي لا لا الحمد لله عمره ما وقعت وتتجرى بعض المرات تتجرى مع الفنانين تيكونوا ياكل ولا تيكونوا معروفين ساكن كتوقع لهم بعض المرات بتكون عن قصد ولكن ولكن كيديروا كيعرفوا مع من يديروا تعرفوا مع من يديروا يعني بعض المرات تسمع الفنان تيولي لان راه لاباز لما كانت الفرقه موراك عطيك واحد الشحنه وواحد دائما خاصكم تحيوا الفرقه الموسيقيه طبعا لا موسيقى ما يكون والو سي نورمال ماشي جنود الخفاء ولكن هما اللي هما كلشي طبيعي بحال شي كيكمل شي راه فريق نعم اذا اشرف صبيحي انت يعني من الشباب الان قلتي غبتي دابا كي تشوف انت الحضور ديالك في 2019 كي غادي تخدم على راسك في السوشيال ميديا فضيحة لا لا ما نوصلوش المهم اشرف صبيحي نحاول انني نحاول انني نجتهد شي شويه وندير اعمال كاين عمل جديد ان شاء الله قريب غادي يشوف النور ان شاء الله في هاد الاشهر القادمه ونحاول مره مره اطلال على الجمهور عبر يعني القنوات هكا اما التلفازه ان شاء الله كانت مهرجانات لما تبارك الله عندك مجموعه من الاغاني يعني وتقدر تغني براتو تقدر تغني اغاني يعني ماشي ديالك كذلك وخص شويه ديال كنطلبوا الدعم يعني يشوفوا من حالنا فحال اللي كنقولوا حنا دابا الفنان اللي بنفسه الفنان اللي عنده واحد النخوه صعيب انه يبقى لان هذا الشيء كيبغي طرق البيبان وكيبغي انك تبقى وهنا خاص مدير اعمال هنا هذا هو مشكل وحنا باقي ما عندناش ديك الفكره باقي ما عندناش ديك الفكره مدير الاعمال في المغرب وما حاضرش بقوه وما كاينش مدير اعمال اللي هما في المستوى ديال اداره الاعمال اداره الاعمال راه ماشي اداره الاعمال الفنيه يعني راه ماشي شي حاجه سهله كاينه كيدعيوا انه مدير اعمال وهما راه غير نصابه وغير خصو حتى هو باغي يدبر على راسو لا ولكن حقوق خاصو يربح سي نورمال ولكن هو كيقلب على الربح اكثر من انه كيقلب انه ولكن غايجيب لك انت انت الربح هو غيربح علاش لا وهذا ما كاينش قلال وبطبيعه الحال ما كرهناش لا ما كاينين شي وحدين تيخدموا تيجتهدوا ماذا بنا تيجاهدوا كيفاش نقدروا نخرجوا من الاغنيه المغربيه نوصلوها
نقولوا العالميه، واخا كلمه عالميه صعيب نقولوا العالميه، الاغنيه المغربيه باش توصل للعالميه. انا شنو ناقص الاغنيه المغربيه؟ لان الاغنيه المغربيه الشبابيه هي اكتسحت الوطن العربي، يعني مشات للخليج، مشات لمصر، مشات للبنان، كي نقدروا نكملوا لان مشات ودابا هي صافي. دابا بحال كنقول مشات وبدات بدات كتنقرض عاوتاني بشويه بشويه. وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه، خص دعم. يعني خصنا حنا في يعني اغنيه مغربيه راه ما كتخصش غير الفنان بوحدهم، راه خص شويه من وزاره الثقافه، شويه من وزاره الثقافه راه تدعم، تدير البومات، تدير ما شفنا والو. فين هما هاد الالبومات؟ دفعتي ليهم؟ ما عمري دفعت، ولكن فين هما هاد الالبومات؟ انا ما انا انا ما لا بطبيعه الحال انت غير محايد بطبيعه الحال، ولكن فين هما هاد الالبومات؟ ما شفنا والو. لا كاينين فنانين تيجيو عندنا لا بروموسيون ديال ديالهم، ولكن هاد الالبومات كاينين، متفق معك، ولكن فين يعني ما خرجينش للوجود، يعني ما كاينش وما كاينش مارشي، ما كاينش السوق ديال السيدي، ما بقاش مع الاسف هاد. ولكن كاين اليوتيوب، كاين وهنا خاصنا الفنان يجتهد يخدم، لان راه ماشي وحده. تساؤل دابا، سؤال بسؤال، اذا علاش هاد الاعمال ما بيناش؟ يعني دعمت من وزاره الثقافه. ايوا وزاره الثقافه راه دارت خدمتها، عطات الفلوس. ايوا ولكن خاصو يروج التروج، يجيبوا لك الماكله ويندغوا لك ويعطوك يوكلوك. متفق معك دابا هادشي كامل، ولكن داك الاعمال علاش ما نجحتش؟ لان ما تصرفتش عليها كما ينبغي. راه انت كيف ما عارف دابا الاغنيه ولات يعني ماركتينغ داخل فيها، يعني تسويق. يعني باش تسوق الاغنيه ديالك باش توصلها للناس يسمعوها، يعني راه خصك تخسر عليها. راه كاين سبونسوريزي، راه فيها وفيها كاين سبونسوريزي باش القضيه. انا كندير اللي قادر عليه، كندير اللي قادر عليه، ولكن لأن عندك صوت جميل، يعني انت يعني عندك كل شيء باكيج ولا لا عزيز؟ صح، عنده كل شيء، اما ما تيقش راسو لا ولا ماشي مساله ثقه. انا رجع معك نفس النقطه، متخوف يمكن يقدر يتشهر ويتعرف، راه كاين تخوف. لا سيدي تشهروا، حنا ما بغيناش، ما كاينش تخوف من الشهره الحمد لله، ما كاين ما يتخبى. نرجعوا للنقطه ديال، يعني انا واحد الانسان اللي عندي وليدات وعندي اسره وعندي يعني مصاريف الحياه. راه كتش عندك الوليدات؟ عندي جوج بنيته وليد، الله يحفظك. يعني انا كندير على قد الجهد ديالي، يعني كننتج واحد العمل، كنحاول سبونسوريزي على قد المجهود ديالي. اللي ولا دابا هو انك ديك العمل باش تنجحو خصك ماشي قد الجهد ديالك، يعني انا هذا هو جهدي، ولكن خصك تزيد تروج، يعني باش تروجو خصك امكانيات كبيره. راه شركات تبارك الله راه دابا راه روتانا هي الاخرى، انت كتشوف الاعمال ديالها ما بقاتش كتبان، علاش؟ على ويدو على ويدو. ولكن دابا بعد ما مشاو مجموعه من الفنانين هما رجعوا عاوتاني الاسبوع الماضي، عاود رجعت نوال زغبيك باقا معاهم، الشمس اللي غني نجوى كرم كتمشي بحالها، يعاود رجعات للروتانا هذه اسبوع او 10 ايام. يعني حاتم عمور هو مع روتانا، غنزل الالبوم ديالو فاتح فبراير، يعني كاين وتنجو حتى الفنانين المغاربه، محمد رضا، هدى سعد، يعني مجموعه، سميره سعيد، يعني علاش لا؟ لان انت عندك بلاصتك، يمكن لك خاصك ايوا احنا في طور البحث. خرج من الليل تخرج من الليل باش هي ما نبقاش ننتج عاوتاني، شكون ما كرهناش والله. الله يسهل الامور، الله يسهل الامور. هذا مكان اشرف صبيحي، تنتمنى لك التوفيق. عندك باش فيسبوك؟ عندك انستغرام؟ باش فيسبوك اشرف صبيحي نيتا. عندي انستغرام، عندي لاشين في يوتيوب. دونك كاينه المسائل اللي ديال التواصل الاجتماعي كاينه. وانت نتمنى لك التوفيق، ونتمنى ان 2019 تكون سنه ديال العوده ديالك بقوه بعد غياب على الساحه الفنيه، ولكن الامل تبارك الله راه عندك متنوعه ان شاء الله. غادي شنو ننسى اليوم؟ درهم حميده ولا فين الفايده؟ فين الفايده احسن؟ فين كاينه الفايده؟ الفايده هي في اللي جاي ان شاء الله. ها الفايده في اللي جاي ان شاء الله. داكشي اللي كاين. هاد الاغنيه كنبغي نوجه التحيه للسي محمد الشرابي اللي قام بالتوزيع ديالها، يعني ككلمات والحان وتوزيع. نعم، في الفايده. فين الفايده؟ تنتمنى لك التوفيق، واستمتعنا بهذا اللقاء معك. الله يحفظك اخ مسافر، انا اسعد. مرحبا. الله يحفظك. نشوفوا قريبا ياك ولا لا؟ غتجيب الالبوم وتجيب لورغ مرحبا ياك الكون نهار كبير، لان وصلنا عليك السي اشرف. خاصك تعرف فنان كبير تبارك الله السي عزيز. في الفايده، والفايده كاينه دائما مستمعينا الكرام، دائما في استماع الى برنامجكم مزيك راجع.